الرياضية الموسعة من الميادين، أهلا بكم. مخصصة للحديث عن تأهل المغرب إلى المونديال، فضلا عن تطور الكرة المغربية بعد سنوات من الخيبات المتلاحقة. أسود الأطلس فشلوا في بلوغ المونديال بعد خروجهم المشرف من نسخة فرنسا، واليوم يعودون بقوة مع طموحات كبيرة في المشاركة، فضلا عن محاولة خامسة لاستضافة أهم حدث رياضي عام 2026. الشعب المغربي ترك أزماته السياسية والمعيشية ليطلق العنان لفرح كروي دام انتظاره طويلا. عودة أسود الأطلس إلى المونديال عادت البسمة إلى اللعبة التي يعدها ساكن المملكة خبزهم اليومي، عودة اقترنت بتتويج الوداد قاريا. عرفت الكرة المغربية ركودا كبيرا بعد تألق في المونديال الفرنسي، عرقله فوز مثير للجدل للنرويج على البرازيل، فخرج أسود الأطلس. مسؤولو الكرة المغربية تنبهوا إلى حجم التراجع وأعدوا خطة النهوض مجددا. تم التركيز على البنى التحتية وعلى تطوير عمل الأكاديميات والاعتماد بالتوازي على اللاعبين المحليين والمحترفين من أصول مغربية. الخطط الجديدة تكاملت مع عقلية جديدة على رأس إدارة اللعبة يقودها فوزي لقجع. بحث مدير الميزانية في المملكة عن مكامن الخلل وعمل على إصلاحها وأعاد اسم المغرب على نحو قوي إلى الاتحاد القاري، وكان له دور في إطاحة الكاميروني عيسى حياتو من رئاسة الاتحاد الأفريقي. تأهل أسود الأطلس إلى نهائيات روسيا، وقبل ذلك بأسبوع توج الوداد بلقب دوري أبطال أفريقيا. أيام زاهية عاشتها الكرة المغربية، وبات اسم الشهر الحالي في البلاد نوفمبر العظيم. مظاهر فرح عارم انتشرت في شوارع المدن المغربية، إذ يعاني ساكنوها أوضاعا معيشية صعبة، لكن كرة القدم هي الوحيدة على الأرجح التي تمدهم بالفرح في ظل احتقان اجتماعي وترد سياسي. تتويج وداد الأمة لم يأتي عن طريق الصدفة، بل أكد أن الملاعب المغربية تزخر بالمواهب المرشحة للانتقال إلى الملاعب الأوروبية. والخطوة التالية كانت حصد نتائج العمل الدؤوب للمدرب الماكر هيرفي رينار، الذي روض المنتخبات الأفريقية القوية ووصل بأسود الأطلس إلى ملاعب روسيا وبشباك نظيفة. وتوقع محللون أن يعيد المنتخب المغربي ما حققه في مونديال المكسيك، وأن يقدم مستوى كبيرا في المونديال المقبل بقيادة أسماء لامعة على غرار مهدي بن عطية وحكيم زياش وأشرف حكيمي ويونس بالهندا وغيرهم من أصحاب الإنجازات. الواقع الزاهي يفرض تحديات كبيرة على إدارة اللعبة الشعبية، وأبرزها الحفاظ على التألق الأفريقي ونقله إلى العالمية. وتحسين هذا الإنجاز يتطلب مواصلة العمل ودعم البنى التحتية والأكاديميات. ويبقى الحلم الأكبر باستضافة نهائيات كأس العالم. يتطلع المغاربة إلى الجمعية العمومية للفيفا للاختيار بين ملفين ترشحا لاستضافة مونديال 2026، المغرب أم الولايات المتحدة وشريكتاها المكسيك وكندا. وللبحث في ملف الكرة المغربية معنا عبر الهاتف من العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء الكاتب والإعلامي حسن البصري. مرحبا بك سيد حسن. أهلا وسهلا وتحية لكل مشاهدي الميادين. خيبات طويلة عرفتها الكرة المغربية في 15 سنة الأخيرة، اخترقها إنجاز الرجاء في مونديال الأندية 2013. برأيك ما الذي قاد المغرب مجددا إلى الواجهة العالمية؟ العوامل والنتائج؟ أولا لابد من الإشادة بذكاء الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التي تعاملت بحس كروي بعيد حين وقعت في بدايتها أمام خيارين، إما التعاقد مع مدرب اسمه بادو زكي له شعبية جريفة في المغرب وله أنصاره الذين يضغطون بقوة على الجامعة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، أو البحث عن مدرب آخر. الجامعة اختارت بادو زكي كمدرب وبدأ معه المشوار. لماذا؟ لأنها كانت تحت ضغط الشارع، وحين استنزف زكي كل إمكانياته بادرت إلى تغييره دون أن تحدث أي زلزال في الشارع الرياضي. الاختيار وقع على ثعلب وقيل إنه سيروض الأصول، فاستنادا إلى تجربته القارية تم اختياره وتم التوافق في شأنه دون أي معارضة من خصوم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. المدرب الثعلب بدأ مشواره في كأس العالم بدأه بتعادلين، لكن كانت في الأفق تبدو أسارير الفرح
وتدريجيا بدأ المنتخب يسير في خطه التصاعدي إلى أن استطاع ليس فقط التأهيل إلى مونديال روسيا، بل استطاع أن يحطم رقما قياسيا عالميا حين خرج وأنهى التصفيات دون أن تدخل شباكه أي هدف في رقم سيدخل حتما سجل جينيس. هذا من جهة. من جهة أخرى وبموازاة مع العمل الفني، كانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم منكبة على توفير الإمكانيات المادية لأنها تؤمن بأن المال هو الذي سيصنع التألق، لا سيما وأن رئيس الجامعة الملكية المغربية فوزي لقجع يشغل منصب مدير عام لميزانية المملكة في وزارة المالية، وهذا المنصب شجعه على وضع الإمكانيات الكبيرة في خدمة الكرة المغربية. لا ننسى أيضا أن الملك محمد السادس رصد مبالغ مالية كبيرة لإنعاش كرة القدم، وهي المبالغ التي رصدت في بناء منشآت رياضية كبيرة، منشآت رياضية تستحق أن تضع المغرب ضمن البلدان الأكثر جاهزية إلى جانب جنوب أفريقيا. المستوى الآخر، كانت هناك بعض الدوافع، لا ننسى الدوافع السياسية أيضا، نعم، لعودة المنتخب المغربي إلى الريادة القارية. فالمغرب الذي المغرب كبلد تأخر وغاب عن المنتدى الإفريقي منذ 1984 حين انسحب من منظمة الوحدة الإفريقية أو منظمة الاتحاد الإفريقي. منذ هذا التاريخ قرر العودة إلى مكانه الطبيعي، ولم تكن العودة فقط عبر جسري السياسة، بل كانت أيضا عودة عبر جسور أخرى كالاقتصادي والرياضة. طب سيد حسن، أسألك قبل الغوص في شكل أو البنية التكتيكية للمنتخب المقررة في الصيف المقبل في روسيا، نوفمبر العظيم أطلق على هذا الشهر من الشعب المغربي، هل برأيك سيكون المنطلق نحو إنجازات أخرى، خصوصا المملكة مقبلة على استضافة كأس أفريقيا للمحليين، والأهم المغرب بانتظار احتضان نهائيات مونديال 2026 إذا ما وفقت لذلك؟ نعم، تاريخيا اقترنت صحوات المنتخبات بصحوات الأندية. حين فاز فريق الوداد البيضاوي بكأس رابطة الأبطال الإفريقية سنة 1992 تأهل المنتخب المغربي في كأس العالم الموالية 1994، وحين فازت الجيش الملكي بكأس إفريقيا للأندية البطلة سنة 1986 شارك المنتخب المغربي في مونديال 86، وحين فاز الرجاء في بكأس إفريقيا للأندية البطلة سنة 1998 شارك المنتخب المغربي في مونديال 98. الآن وقد فاز الوداد بكأس رابطة الأبطال الإفريقية سيشارك المغرب أيضا في مونديال. هذه المفارقة تجعل من شهر نوفمبر عندنا، نحن نتكلم عن هذا الشهر، عن هذا صحيح. الشهر السعيد رغم تأخر هطول الأمطار نتحدث عنه، لأن وقع الرياضة وقع كبير جدا على الشعب ينسى ويمسح دموعه وينسى معاناته حين تنتصر ويفوز. استنادا إلى ما تفضلت به، هل سيتكل المنتخب على ركيزة لاعبي الدوري المحلي أم تظل العباءة المغربية عباءة لاعبين محترفين في دوريات أوروبية؟ اللاعبون المحترفون في الدوريات الأوروبية لهم دماء مغربية. اللاعبون المحترفون في الدوريات الأوروبية يلفون أجسادهم بالعلم المغربي. لننسى أن المنتخب المغربي الذي رحل إلى الكوت ديفوار كان يضم في صفوفه أو في مجموعته 6 لاعبين محليين. صحيح أن واحد فقط هو الذي دخل المباراة كبديل، لكن الحضور المغربي حاضر. لا ننسى أيضا أن المنتخب المغربي للأولمبيين فاز بدورة الألعاب الفرنكوفونية في قلب الكوت ديفوار، ولا ننسى أيضا أن منتخب المحليين المغاربة مقبل على رهان الشان دورة المحليين. لأني على ما أعتقد أن فقط أشرف بن شرقي هو من شارك من لاعبي الدوري المحلي في مقابلة ساحل العاج الأخيرة. نعم، ولكن كانوا 5 لاعبين أيضا في كرسي البدلاء من فرق أخرى، من الرجاء، من الوداد، من أندية أخرى. إذن كلما الأهم عندنا هو المشاركة المغربية. المغربي هو الذي يشارك بقلبه، يشارك بروحه، يشارك
ويستحضر وطنه. ما يقال عن وجود منتخب مستورد من أوروبا فهذا كلام لا داعي لتعليقي عليه. تفضل بالبقاء معنا لو سمحت لدقائق، عود بعدها لاستكمال الحديث معك. فيما تتواصل الاحتفالات المغربية بالتأهل إلى المونديال، فرحة خاصة تعم أوساط اللاعب حكيم زياش، النجم المولود في هولندا أحسن الاختيار بارتداء قميص أسود الأطلس، فوصل معهم إلى العرس الكروي وسط حسرة غياب نجوم الطواحين عن أعظم بطولات الساحرة المستديرة. من لاعب غبي في نظر ماركو فان باستن إلى نجم مرتقب في مونديال روسيا، أثبت المغربي حكيم زياش لنفسه وللهولنديين أن قراره بارتداء قميص منتخب رجال المغرب كان صائبا، ولم تبهره ضوضاء مدرجات الطواحين في البطولات الكبرى. عندما قرر ابن 24 عاما المولود في بلدة درونتن تمثيل بلده الأم على حساب بلد الولادة والمنشأ، زجره أحد أباطرة الكرة الهولندية فان باستن وحثه على التراجع عن قراره. أحد نجوم منتخبات الفئات العمرية كافة لهولندا آمن بمغامرة أسود الأطلس وأدار ظهره لكتيبة الكرة الشاملة. اليوم وبعد غياب عقدين على العرس الكروي، زأر زياش بوجه عمالقة الكرة السمراء ولم يأبه لفيلها بشخصية قيادية، رصع في رصيده 7 أهداف دولية حتى اليوم. عيون الهولنديين ستشخص إلى نجم أياكس أمستردام فوق ميادين روسيا الصيف المقبل. خبير الكرة الأفريقية الفرنسي إيرفي رينار يعول بدرجة رئيسية على اللاعب السابق لهيرنفين واتفنتي. بعد الرؤية الذي يتمتع به زياش في رسم مسيرته الاحترافية، هل يسعفه في رصد شباك المنافسين في الدور الأول؟ مغرب رينار يتطلع لتكرار رحلة 86 إلى الدور الثاني مع البرازيلي الأصل المهدي فاريا، ولما لا إلى أبعد من ذلك. سيد حسن، نعود إليك من جديد. اختيار حكيم زياش كان موفقا منه ومن وكيل أعماله أم أنها نموذجا يحتذى به لكل اللاعبين الذين يحملون جنسيتين، جنسية المولد والمنشأ وجنسية البلد الأم؟ أين تعد قضية أو فقرة حكيم زياش في هذا الإطار؟ هناك قضية أكثر طرافة وأكثر جاذبية من قضية زياش، هي قضية أيضا اللاعب منديل. لاعب منديل الذي عشنا أطوار هذه القضية في آخر مباراة في الكوت ديفوار. منديل من والد إيفواري وأم مغربية، اختار أن ينضم للمنتخب المغربي بناء على رغبة الأم، فغضب الأب، وحين توجه المنتخب المغربي إلى الكوت ديفوار زار منزل أسرة والديه ودفع هذه الأسرة إلى الحضور إلى الملعب بأعلام مغربية وتشجيع المنتخب المغربي. عودة إلى زياش، بالنسبة لزياش فإن الفترة التي اتخذ فيها رئيس الجامعة قرارا بمصالحة زياش مع المدرب رونار كانت هي نقطة تحول في مسار هذا اللاعب وفي مسار أيضا المنتخب المغربي. لا ننسى أن زياش ورونار عاشا فترة من الجفاء، هذه الفترة من الجفاء جعلت الصحافة المغربية تصف في جبهة اللاعب زياش وتنتقد بشدة المدرب، بل وصل الأمر إلى حد تنظيم حفل مصالحة بين الصحافة المغربية والمدرب بعد المصالحة التي تمت في هولندا بين المدرب وزياش. عودة حكيم زياش إلى صفوف المنتخب المغربي كان لها الوقع المعنوي والنفسي على اللاعبين وعلى الجماهير، خاصة أن أول دوري مرة أخرى مع المنتخب المغربي في مباراة مالي يوم عيد الأضحى، والانتصار الساحق على المنتخب المالي والذي صنع جزءا من هذا اللاعب كان بمثابة نقطة ضوء في مسار المنتخب المغربي نحو روسيا. طب حكيم زياش لحق بقاطرة المغرب على عكس منير حدادي الذي لم يرى يوما أن منتخب بلده الأم سيتأهل إلى أو لم يؤمن أصلا بهذه الفكرة، أدار ظهره سابقا للمغرب، فضل ارتداء قميص منتخب إسبانيا. اليوم اللاعب يطالب بدفاع عن ألوان أسود الأطلس بعد التأهل إلى روسيا ليعيد فتح ملفات اللاعبين المغاربة الذين يلعبون مع منتخبات أوروبية.
وتحدثت صحيفة آس وأكدت في هذا الإطار أن الحدادي زار مقر فيفا وتقدم بطلب اللعب مع المغرب على الرغم من ظهوره مع المنتخب الإسباني الأول من قبل، الأمر الذي يتنافى مع قوانين فيفا ريثما يتم الحديث في احتمال أن يتم تعديل فقرة تابعة لهذا في هذا الشأن. عبر موقع التواصل الاجتماعي رفض قسم من الجمهور المغربي عودة الحدادي فتم وصفه بالخائن وأن المكان في التشكيلة يستحقه من قاتل للوصول إلى نهائيات المونديال. أسألك هنا سيد حسن، ما رأيك بعودة مدير الحدادي من ناحية وطنية ومن ناحية فنية؟ كيف يرى المغرب مثل هذه الحالة؟ كيف يقيمها؟ نعم، ليس الحدادي وحده الذي أنور غازي أيضا أدار ظهره الذي أدار ظهره للمنتخب المغربي ثم عاد ليعلن توبته بين مزدوجتين ويعبر عن رغبته في حبل قميص وصول الأرض. هناك عشرات لاعبين الأربعين تأهل إلى روسيا. أقرأ في بعض صفحات اللاعبين الدوليين الذين سبق أن قرروا مقاطعة أو إنهاء علاقتهم بالمنتخب. بشكل عام نحن تحدثنا عن الحدادي لأنه هو الحالة اليوم التي تقدمت إلى فيفا بهذا الطلب، وربما يتم نقاش في فيفا في هذا الإطار على مستوى كل المنتخبات وتعديل المعايير التي تحكم هذه الحالة. نعم، الحدادي أمام إشكالية المعايير. قد سبق له أن خاض مباراة مع المنتخب الإسباني، وربما حتى دعوته لحمل قميص المنتخب الإسباني كانت لقطع الطريق أمام المغاربة. منير حدادي وحسب آخر تصريح لرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قال في الكوت ديفوار بأن عودة الحدادي ستكون وشيكة للمنتخب المغربي. لا أدري كيف ستتم في ظل القوانين وفي ظل ضوابط الفيفا، لكن تصريح آخر لوالد الحدادي يؤكد بأن ابنه أصبح مقتنعا أكثر من أي وقت مضى بجدوى حمل القميص الوطني المغربي. المواهب متوفرة، المواهب موجودة، المنتخب المغربي لا يتوقف على لاعب واحد. المنتخب المغربي الآن وقد تأهل عليه أن يركز أكثر على أولئك الذين صنعوا التأهيل، ففيهم الخير والبركة. ولكن أسألك هنا سيد حسن، وطالما أن الكرة المغاربية بشكل عام والمغرب بشكل خاص ولاذة للنجوم من ذوي المنشأ الأوروبي بشكل خاص، هل أنتم من صف من يقول أن يتم تعديل هذه المعايير وأن ينظر في هذه المعايير الموضوعة اليوم ويتم تعديلها ليصار إلى استقدام واستجلاب هذه النماذج من اللاعبين لصقل منتخبات المغرب العربي بفنياتهم ومستواهم لمساعدة المنتخبات في المناسبات القارية والدولية؟ أظن ومن خلال بيان لإحدى الجمعيات الحقوقية في المغرب فإنها اعتبرت هذه القرارات أو هذه الضوابط التي وضعتها الفيفا اعتبرتها ضد حقوق اللاعب، ضد حقوق الإنسان. وقالت في بيانها بأن اختيار اللاعب للمنتخب الذي يريده اختيار يجب ألا تقف في وجهه ضوابط وقوانين وضعية. لكن بعيدا عن لغة الحقوقيين، أعتقد بأن الجامعة الملكية المغربية وخلافا لباقي الاتحادات العربية، أعتقد أنها هي الجامعة الوحيدة التي انتدبت في كل بلد أوروبي وكيلا لها. هذا الوكيل يعني دوره هو إقناع مجموعة من المواهب الصاعدة بالانتقال إلى المغرب والمعسكرات المنتخب المغربي منذ الفئات العمرية، منذ الفئات السنية الصغرى. الآن نملك في فرنسا وفي بلجيكا وفي هولندا وفي إسبانيا وفي إيطاليا وفي دول أخرى كألمانيا وغيرها من الدول، نملك منتدبين، نملك وكلاء للجامعة يتقاضون رواتب شهرية من اتحاد الكرة المغربي للترقيب عن المواهب، لجعل الأسر وعائلات هذه المواهب تقتنع مبكرا بفكرة حمل القميص الوطني. علينا أن لا ننتظر إلى حين بروز لاعب نجم في دوري من الدوريات الأوروبية
حين وفي اليوم الموالي نطرق بابه ونعرض عليه الانتقال إلى المغرب في الوقت الذي كنا ندير دعرنا نحن. لا، علينا أن ننتبه لهذه المواهب وهي في بداية مسارها الكروي. وهنا سيد حسن أسألك عن دور الأكاديميات للأندية المحلية خصوصا الكبرى منها الرجاء وداد وغيرها من الأندية التطليعة في المغرب. مؤخرا استعاد الرجاء البيضاوي لغة الألقاب برغم أزمته الإدارية المتفاقمة. النسخة 60 من كأس العرج أحرزها النصر الأخضر للمرة الثامنة في تاريخه على حساب الدفاع الجديدي. المباراة انتهت بالتعادل بهدف لمثله واحتكم الطرفان إلى ركلات الترجيح، فكانت الغلبة للرجاء وجمهوره الكبير الذي آزر الفريق في ملعب الرباط بحضور رئيس الاتحاد الأفريقي أحمد أحمد. وقبل المباراة شهد الملعب صدمات بين جماهير الرجاء ورجال الأمن، وللأسف أسفر الأمر عن عشرات المصابين. أسألك هنا سيد حسن عن دور هذه الأندية الطليعية كالرجاء والوداد في تكامل مع هذه الخطة التي تكلمت حضرتك عنها أوروبيا في البحث عن الخامات والمواهب، وأي دور قد تفيد به المنتخب وجميع الفئات العمرية في المنتخب وصولا إلى منتخب الأول؟ سيفاجأ المشاهدون العرب وأيضا المغاربة حين يعلمون بأن أكبر الأندية المغربية لا تتوفر على أكاديميات. لا يتوفر فريق الرجاء البيضاوي على أكاديمية، ولا يتوفر فريق الوداد البيضاوي على أكاديمية. والأسباب هو الرغبة في بناء، رغبة المسيرين في بناء واجهة نادي. نريد واجهة للنادي، نريد ناديا يلعب من أجل الألقاب. وحين تسألهم عن غياب الخلف وعن غياب المراكز التكوين يقولون بأن النادي باستطاعته شراء اللاعبين الجاهزين. هناك إشكال آخر يطرح أمام هذه الأندية الرجاء والوداد بصفة خاصة، هو أن مواهبهم في الفئات الصغرى يتم جلبها ويتم خطفها بين مزدوجتين من طرف أكاديمية محمد السادس ومن طرف أكاديميات منظمة أخرى كأكاديمية الفتح الرباطي وأكاديمية الجيش المغربي. لماذا؟ لأن هذه الأكاديميات تطبق برنامج رياضة ودراسة. فالأب يحرص على أن يكون ابنه في أكاديمية تضمن له ممارسة الكرة دون المساس في مساره الدراسي. الرجاء والوداد لا يتوفران على مركز تكوين، وحين تذهب إلى ملعب الرجاء ستصاب بالقرف، لأن ما يهم الرجاء الآن هو الواجهة، هو فريق الواجهة والفريق الأول فقط، بينما الفئات الصغرى بمؤطريها وملاعبها في وضعية يرتالها. أما الوداد فهذا الفريق الذي فاز ببطولة أفريقيا فمركز تكوينه مغلق منذ 3 سنوات ولا يوجد به أي لاعب ناشئ. كل الأمل سيد حسن البصري الكاتب والإعلامي المغربي من الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمغرب، كل الأمل بأن يحظى المغرب بملف احتضان نهائيات مونديال 2026 وأيضا الحضور المشرف في مونديال روسيا الصيف المقبل. كنت معنا عبر الهاتف من الدار البيضاء الكاتب والإعلامي حسن البصري، شكرا جزيلا لك. ونحن بدورنا في الختام مشاهدينا الكرام نذكر حضراتكم بإمكانية التواصل معنا من خلال صفحتنا عبر فيسبوك رياضة الميادين والبريد الإلكتروني للقسم الرياضي sports@almayadin.net. ولمزيد من أخبار الرياضة ومشاهدة نشراتنا تفضلوا بزيارة موقعي الميادين عبر الإنترنت باللغتين العربية والإسبانية. السلام عليكم.